وحول سد النهضة، قال الرئيس السيسي إن المباحثات تطرقت لملف سد النهضة، وأكد الرئيس السيسي تفهم مصر لقضية التنمية في إثيوبيا، مشددا على أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لدينا منذ آلاف السنين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر خاضت مفاوضات لمدة 10 سنوات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد حسب القوانين الدولية، ولم تطلب طلبات استثنائية. تحدثت أيضا على قضية سد النهضة، وأنا بسجل لفخامة الرئيس أن احنا كنا دايما بنتعامل في هذه القضية بمبادئ الحوار والتفاهم والتفاوض، ويمكن بقالنا 10 سنوات مع أشقائنا في السودان والصومال بنتكلم وبنتفاوض من أجل إيجاد، احنا بنتكلم على اتفاقية قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد طبقا للأعراف والقوانين الدولية، وليست يعني ملناش فيها مطالب خاصة. متفاهمين التنمية لأشقائنا في السودان وأي في أثيوبيا عفوا، ولكن بنقول إن احنا المية بالنسبة لنا، لأن هي ده المصدر الوحيد اللي على آلاف السنين، على مدار آلاف السنين كان هو المصدر الوحيد للمية في مصر. يمكن كتير من أشقائنا هنا حتى في أنجولا ما يعرفوش إن مصر أكتر من 90% منها أرض صحراوية، وهو فقط المية الجزء المحاذي لضفتي نهر النيل هي دي فقط الجزء اللي هو يعني بينزرع وبيتم استثماره والاستفادة منه.